حكينا عن مراحل الأوفيريان سايكل اللي هي قلنا تشمل مرحلتين اللي هي الفوليكولار فيس واللوتيال فيس. راح نيجي هسه راح نحكي شنو اللي راح يصير في بداية الأوفيريان سايكل بالبيجينينج اوف أوفيريان سايكل وش راح يحصل بالمت و and after ovulation. نيجي بداية راح نحكي بالبيجينينج اوف أوفيريان سايكل تقريبا حيصير من 15 إلى 20 من البرايمري فوليكل راح تنمو. هذا التحفيز على النمو راح يكون تحت تأثير هرمون الـ FSH اللي تفرزه الـ Anterior Pituitary Gland. بالحالة الطبيعية فقط واحدة من الفوليكلز هي راح تصل إلى الماتشوريتي إلى مرحلة النضج. وكذلك من راح يصير ovulation أووسايت واحدة فقط راح تنطرح. أما بقية الفوليكلز راح يصير بها ديجنريت راح تنحل وتتحول إلى الرتق. فإذا الرتق هو عبارة عن فوليكل منحلة. الهرمون الـ FSH راح يحفز نمو راح يحفز نضج خلايا الجرانيولوزا سيلز اللي تحيط بالأووسايت. عندنا كذلك البروليفريشن أو فوليكولار سيلز راح يكون أو يكون تحت تأثير عامل يعرف بالجروث ديفرنشيشن فاكتور 9 واللي يعود إلى عائلة الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. عندنا الثيكة انترنا وأند جرانيولوزا سيلز راح تنتجنا بروديوس استروجينز راح تفرزنا أو تنتجنا الاستروجينات. خلينا نشرح هذا الجزء على صورة عندنا شوية واضحة للحوصلة الناضجة حتى نفتهم الجرانيولوزا سيلز وين صايرة والثيكة انترنا وين صايرة. ناخذ مثلا عندنا هاي الصورة شوية لين واضحة. احنا مثل ما حكينا سابقا قلنا الجراثيوم فوليكل الحوصلة الناضجة راح تتكون من الأووسايت تكون محاطة تحيط الأووسايت الزونة بيلوسيدا هاي الطبقة الرفيعة وكذلك تحيط بها الخلايا الجرانيولوزا سيلز تعرف بالكورونا رادياتا. أيضا الجرافيان فوليكل تتميز بوجود الانترام اللي هو هذا الجزء مثل التجويف ويكون هذا مملوء بالفوليكولار فلويد. يكون أيضا محاط بالجرانيولوزا سيلز مثل ما نشوف. هنا عندنا الجرانيولوزا سيلز مثل ما حكينا سابقا قلنا تتجمع وتكون ما يعرف بالكيوميولاس أوفورس. هذا يمثل لي البيزمنت ممبرين هذا الخط الرفيع. للخارج عندي حتتكون عندنا الثيكة. الثيكة راح تنقسم إلى جزئين اللي هي الثيكة اكسترنا للخارج والثيكة انترنا إلى الداخل. فإذا الثيكة انترنا مثل ما قلنا إنه الثيكة انترنا والجرانيولوزا سيلز راح تنتجن الاستروجينات. شو راح يصير؟ الثيكة انترنا اللي هي هذا الجزء راح ينتجن الاندروستينيديون انتستوستيرون. الجرانيولوزا سيلز اللي هي هاي راح تحول هذه الهرمونات الاثنين اللي هي الاندروستينيديون والتستوستيرون راح تحولها بوجود انزيم يعرف بالاروماتيز راح تحولها الى الاسترون. ومن ثم الاسترون بدوره راح يتحول الى الاسترادايول واللي هو يعتبر الاستروجين الاكثر فاعليه وانتشارا. نجي نشوف شنو تاثير نرجع فوق نشوف شنو تأثير إنتاج الإستروجين. الإستروجين راح يأثر لنا على بطانة الرحم ويؤدي إلى دخولها بمرحلة البروليفريتيف فيس. كذلك راح يأثر أو يسبب thinning of the cervical mucus يعني حيسبب ترقق في الطبقة المخاطية لعنق الرحم حتى يسمح بمرور السبرم. كذلك راح إنتاج الاستروجين راح يحفز الانتيريور بيتيوتري جلاند انه تفرز هرمون الـ LH. نجي نشوف بالميد اوفيريان سايكل شنو اللي راح يصير عندنا.
حكينا قلنا انه ارتفع مستوى ال LH اللي يفرز من الانتيرير بيتيوتري جلاند. ارتفاع مستوى هرمون ال LH راح يؤدي الى ارتفاع تركيز الماتوريشن بروموتينج فاكتور. هذا الفاكتور راح يسبب او راح يؤدي او يخلي ال OOCyte تكمل الميوسيس 1 وتدخل بالميوسيس 2. كذلك ارتفاع مستوى هرمون الـ LH راح يحفز نمو هرمون البروجستيرون بواسطة خلايا تعرف بالفوليكولار ستروميل سيلز. هاي الخلايا راح يحصل عليها فد عملية تحويل تعرف هاي العملية باللوتينايزيشن. اللوتينايزيشن هي شن هي؟ هي عملية تحويل، هي the process of transformation of follicular granulosa cells، يعني راح يتحول الفوليكولار جرانيولوزا سيلز تتحول الى اللوتين سيلز. هاي اللوتين سيلز هي اللي هاي الخلايا هي اللي راح تكون لي الجسم الاصفر، وحكيتها سابقا قلت الجسم الاصفر يفرز لنا هرمون البروجستيرون. كذلك ارتفاع مستوى هرمون الـ LH راح يسبب حدوث رابتشر بالفوليكل وتنطلق الأوسايت ويحدث الأوفيوليشن اللي قلنا إن الأوفيوليشن هي الإباضة تحدث في اليوم 14 من الدورة الشهرية. نجي نشوف شنو اللي راح يحصل بعد حصول الإباضة وخلال and during the luteal phases، يعني خلال المرحلة الأخيرة من الأوفيريان سايكل. عندنا نلاحظ انه الـ LH راح هرمون الـ LH راح يعزز لنا تطور الجسم الأصفر. الجسم الأصفر مثل ما حكينا انه هو راح يفرز هرمون البروجستيرون. هرمون البروجستيرون بدوره راح يسبب او راح يأثر على بطانة الرحم، وبحيث تصبح بطانة الرحم تصبح طبقة إفرازية. عندنا إنتاج من راح ينخفض إنتاج الهرمون البروجستيرون إلى أوطأ مستوى، راح يؤدي إلى حدوث المنسز اللي هي الدورة الشهرية. يعني من لو في حالة حدوث أو حصول حمل يبقى هرمون المستوى هرمون البروجستيرون عالي، بمجرد إنه راح ينخفض إنتاجه إلى أوطأ مستوى راح يؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية. هذا المخطط اللي أمامنا راح يمثل لنا ويوضح لنا مستوى الهرمونات الأنثوية بمرحلة بالأوفيريان فيسز واليوتيران فيسز. هذا هو يمثل لي الأوفيريان فيسز اللي هو مثل ما حكينا هو يتكون من الفوليكولار فيس اللي هو تمثل البداية، الأوفيليشن هو يمثل الميد أوفيريان سايكل، واللوتيال فيس اللي هو بعد حصول الأوفيليشن ويمثل المرحلة الأخيرة من الأوفيريان فيسز. نشوف هنا شلون صار تطور بالفوليكل، تطورت من البرايمري سكندري حتى تتحول الى الحوصلة الناضجة. عندنا نلاحظ باليوم قلنا 14 من الدورة تقريبا، هاي الايام تمثلها هنا تقريبا باليوم 14 من الدورة قلنا راح يحصل الاوفيوليشن، فيصل المستوى الـ LH الى اعلى مستوى من عند حصول حتى يحصل الأوفيليشن. من راح يصير أوفيليشن راح يصير رابتشر بالفوليكل، تنطلق الأوسايت أو اللي هي الأوسايت الناضجة. هنا البقايا مالت الفوليكل راح تتحول إلى الجسم الأصفر. الجسم الأصفر مثل ما قلنا هو يفرز هرمون البروجستيرون، مثل ما نشوف هنا هذا مثل هرمون البروجستيرون اللي هو اللون الأحمر البنفسجي، والأخضر اللي يمثل لي هرمون الأستروجين. فنلاحظ أنه من تكون الجسم الأصفر هنا ارتفع عندنا مستوى هرمون البروجستيرون. في حالة حصول حمل حيبقى هذا الجسم الأصفر، يبقى هرمون البروجستيرون هو في أعلى مستوى. أما في حالة عدم حصول الحمل يبدي هذا الجسم الأصفر يبدي يصير بي ريجرسينج، يبدي شوي شوي ينكم شوي ينحل أو يتحول ينكم شوي يتحول إلى الجسم الأبيض اللي هو سميناه الكوربس البيكانس، وراح نشرحها أيضا.
فإذا هذا يمثل لي الأوفيريان فيسز. هنا هذا للأسفل هو يمثل لي هاي المراحل تمثل لي هي اليوتيراين فيسز. لاحظ هنا هرمون الاستروجين من راح يرتفع مستوى راح تدخل الاندوميتيريوم تدخل بمرحلة البروليفريتيف فيس. عندنا هرمون البروجستيرون لاحظ انه راح يرتفع ايضا راح يسبب انه تصبح بطانة الرحم تصبح طبقة افرازية يعني راح تدخل بالسكريتوري فيس. هنا خلت لكم بعض المصطلحات حتى يعني حتى من تمر عليكم تفهمون شنو معناها. مثلا عندنا الامبريولوجي. الامبريولوجي هو دراسة التطور الجنيني. الامبريو هو معناته انه هو سميه امبريو هو من وقت انغراز الجنين في بطانة الرحم لحد 8 أسابيع. الفيتس هو الجنين بعده after 8 weeks يعني بعد هو الجنين بعد 8 أسابيع. فإذا هو الإمبريو من وقت الإنغراز ببطانة الرحم الأم لحد 8 أسابيع أسميه إمبريو. بعد 8 أسابيع أسميه فيتس. الجستيشن اللي هو حمل الطفل أو حمل الجنين العفو بداخل رحم الأنثى. عندنا أيضا راح ناخذ هو التطور الجنيني اللي هو الإمبريونيك ديفلوبمنت المراحل مالته. التطور الجنيني بالحيوان راح يشمل لنا 5 مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي الجيميتوجينيسيس يعني هي عملية إنتاج الجميتات. المرحلة الثانية هي الفيرتلايزيشن راح يتحول الجميت إلى زايغوت. المرحلة الثالثة اللي هي الكليفج إنه راح يتحول عندي الزايغوت إلى البلاستولا. المرحلة الرابعة اللي هي الجاستروليشن راح تتحول بيها البلاستولا إلى الجاسترولا. المرحلة الخامسة اللي هي الأورجانوجينيسيس هي عملية تكوين الأعضاء. النيوريوليشن مصطلح النيوريوليشن إنه راح تتحول عندي الجاسترولا إلى النيوريولا.